أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا تقول المرأة إذا كانت تأكل وتشرب أثناء الأذان وبعد مدة ماذا يلزمها الآن علما أنها كانت تظن جواز ذلك يا شيخ؟ إذا كان الأذان على طلوع الفجر وهي أكلت عند الأذان والأذان عند طلوع الفجر فإنها تقضي الأيام لأنها أكلت بعد طلوع الفجر. نعم. أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا حرج في الأكل والشرب. نعم.